اهلا بكم يا شباب، النهارده هنلعب معاكم تحدي السحر وازاي تقدر تجيب الثلاث نجوم في التحدي ده بكل سهوله. طبعا في وحش جديد هنا احنا هنستخدمه. طبعا اول حاجه هتيجي في الحته الضيقه دي جدا وهتروح رامي الاختفاء دي وراء الست الوحوش دول ووراهم البنت الكوين. فيلا نبدا اول واحده، نرمي الاختفاء، هنرمي السته دول كده هنا بسرعه ونروح منزلين البنت والقدره بتاعتها ونروح منزلين الاختفاء تاني. الكوين هتدمر التاون هول زي ما انتم شايفين، وهنرمي السبيل على ده وسبيل على ده عشان ناخد التلات. تمام، هنيجي فوق هنا هنروح فاتحين فتحه هنا وجايبين الكينج بتاعنا ونزل الكينج والبتاع ده والسبيل الجديده اللي احنا بتاعتنا دي. واحد اتنين، هنيجي جايبين الوزرد هنا وعاملين فتحه هنا مثلا، نزيل الحفار ده هنا كده ونستخدم الكينج الابيليتي وادي الجارديان الابيليتي. هنيجي هنا رامين البتاع ده الاحمر ده هنا، منزلين الولد ده هنا ومنزلين الاخطبوط بالخفافيش دي هنا. بس ممكن نروح منزلين خفافيش في اي حته تاني هنا، احضر بقى عايز تستخدمه في اي حته. عايز تعمل فتحات هنا، تعمل فتحات مثلا من فين؟ يعني من اي حته بقى، يعني ممكن نستخدمه من هنا مثلا. بس والحفار شغال الله ينور. التحدي سهل جدا، مفيش اي صعوبه. حفار الله ينور اهو، حفار جامد. شكرا لكل الناس بتتفرج الفيديو لحد الاخر وبتعمل لنا سبسكرايب ولايك. ان شاء الله اشتركوا في القناه واستنوا ان شاء الله الفيديوهات الجايه، اعملوا لايك. ده كان الفيديو، شكرا، سلام عليكم.